طب أستاذ بشار، هو لماذا يصر بهذا الشكل الكبير بنيامين نتنياهو على إجراء هذه التعديلات القضائية؟ هو في سببين واضحات. السبب الأول متعلق بشخصيات الحكومة الحالية الائتلافية، سواء نتنياهو أو باقي الشخصيات الأخرى اللي تخشى من تدخل المحكمة العليا والمستشار القضائي في لجمهم عن استمرار أدائهم الحكومي بسبب شبهات متعلقة بالفساد أو بسبب مخالفات يرتكبونها حسب النظام القضائي الصهيوني نفسه. هذا السبب الأول اللي مرتبط بالطبقة الحاكمة الحالية. أما السبب الآخر وهو أعمق من ذلك، وكما قلنا يمتد إلى أمور تتعلق بالهوية الصهيونية أو بالهوية الدينية التوراتية المتطرفة للكيان الصهيوني، لأنهم يعتبرون الفئة الحاكمة الآن أو التيارات الحاكمة الآن واللي استطاعت إنها يعني تنتزع التمثيل في الكيان الصهيوني، تعتبر أن المحكمة العليا هي نتاج مرتبط برؤية صهيونية مخالفة لهم، قائمة على الأشكنازيم والعلمانية الصهيونية التي لا يرونها ممثل حقيقي للدولة الصهيونية أو للدولة اليهودية بهذا العنوان الواضح. الهوية اليهودية للدولة يرونه مهددا من قبل بعض المؤسسات وأهمها المحكمة العليا، فهم يريدون أن يتخلصوا من هذا الإرث اللي استمرت عليه دولة الكيان الصهيوني، وبالتالي يعتبرونها قضية مصيرية وليس مجرد قضايا في القانون وتعديلات هنا وضوء، لا، هم يعتبرونها قضية مصيرية.